باهي توا باش نعمل الكريب دونتيل اللي يبدا يتقرمش من داخل، دونك حاجتي ب 50 غرام زبده نذوبوها في الميكرووند ولا على الغاز، دونك نحط 50 غرام نذوبها. انا توا نحيت الاصفر على الابيض طلعوا لي 70 غرام. هذوما ننصحكم ديما ابداو بالابيض العظم وزنوه باش قد الوزن نتاعو، تحطوا زبده وفارينه وسكر على خاطر هما قد الكل. ما كان تحطوا 50 تحطوا ملقيه الكل 50 50 50، كان تحطوا 70 باهي. دونك انا توا زدت 20 غرام زبده للزبده اللي ذوبتها باش ولات لي 70. هاكا توا باش نمشي بال 70 غرام، معناتها ما عادش بال 50. ما نعرفش فهمتوني ولا ما انتوما توزنوا عظمكم قبل الابيض نتاع العظم. اذا كان باغ اكزومبل لقيتوه 50 ولا 60 من على الوزن هذاك، ما على الاساس هذاك تكملوا توزنوا البقيه. تو باش نزيد 70 غرام سكر غلاس، دونك 70 غرام سكر غلاس، بهاوش نعاود نقول لكم اش فيها بالضبط. 70 غرام ابيض عظم معهم 70 غرام زبده ذايبه، 70 غرام سكر غلاس، 70 غرام فرينه، ديما قد هذاك. علاش نقول لكم ابداو باوزنوا الابيض قد الابيض تحطوا البقيه الكل. دونك الكريب دونتيل نرجعو كيما قلت لكم، بعد ما عملتوا الميلونج تاخذوا كابانسوت تاخذوا لهنا بلاتو تحطوا عليه بابي كويسون تبداو تدهنوا فيه كوش مش جويده برشا ومش خشينه، ومن بعد دخلوا الفور على 180 دوغري حتى لين يشيح. كيما تراو تو دهنتو بكلو، تو باش ندخلو الفور حتى لين تراو يولي يغمق لونو. من بعد نخرجوه نكسروه تحطوه في حكه، تنجمو تحضرو برشا باش كي تسحقوه تلقاوه بهذا البلاتو لول نتاع الفويتين. شوفو كفنو، دونك جوست تعملو هكا تبداو تكسرو فيه تسناوه يبرد شويه و بعد تبداو تكسرو فيه حتى وريتو يبدا ميبداش يتقرمش ياسر، تحطوه في حكه وتعاودو تكملو حتى لين تكملو الميلونج تاعكم. دونك شوفو كسرتو، ردو بالكم تنساوه في الفور حتى يتحرق يولي مر. دونك من بعد تحطوه في وسط الجاتو تنجمو ولا تزينو بيه يطلع يتقرمش وبنين على الاخر. بي حاجه اخرى انا بديت نحضر فيه تا نحط فيه في الحكه هكا باش نعبيها، ساعات قاعده نقول فويتين ساعات نقول كريب دونتيل، راهو نفس الحاجه اسمها نجمو نسميوها الزوز معناتها. دونك بالنسبه للفويتين اخر غمارك حبيت نقولها لكم، ردوا بالكم تحرقوه، راهو حكايه 5 مينوت اكا هاو يقعد في الفور، ما فيسا فيسا يحمر، ينجم اكثر سا ديبونتي والفور نجم اقل زاده، اما راهو مش برشا معناتها، ردوا بالكم عليه، ما عندي معينكم عليه.